أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد طلب الأمين العام للأمم المتحدة إرسال بعثة مراقبين دوليين جديدة إلى الحديدة وحول مخرجات جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن الوضع في اليمن. أكد المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث أنه مستمر في العمل مع طرفي الأزمة من أجل عقد جولة المشاورات المقبلة في أقرب وقت. وقال جريفيث في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي والجلسة الأخيرة التي عقدت اليوم لمناقشة الوضع في اليمن أن الوصول إلى ذلك يحتاج لتحقيق الكثير وتحديدا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شأن تعز والأسرى في السويد. هذا وطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش في وقت سابق بإرسال بعثة مراقبين دوليين جديدة إلى اليمن للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار. وطلب غوتيريش أن تضم اللجنة الجديدة 75 مراقبا يساندهم عناصر إداريون وأمنيون. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ماذا يعني طلب الأمم المتحدة إرسال بعثة مراقبين دوليين جدد إلى الحديدة؟ وماذا يمكن أن يقدمه مجلس الأمن فيما يخص ملف الحل السياسي في اليمن بعد الجلسة الأخيرة؟ طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن بالموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقباً في مدينة وموانئ الحديدة وسط تعثرات تعترض مهمة بعثة المراقبة الحالية بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت. غوتيريش حدد مهمة البعثة الجديدة من المراقبين بمدة تصل إلى 6 أشهر في مهمة تهدف إلى مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات طرفي الحرب. وبحسب الأمم المتحدة فإن مجلس الأمن سينظر إلى طلب الأمين العام بحلول 20 من شهر يناير الجاري تقريباً، وهو الموعد الذي ينتهي عنده تفويض 30 يوماً الذي منحه المجلس لفريق مراقبة مبدئي بقيادة الجنرال كاميرت. يأتي ذلك فيما فشلت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق الانسحاب في الحديدة في عقد اجتماع كان مقرر له أن يعقد الثلاثاء إثر رفض ممثل ميليشيا الحوثي الذهاب إلى المكان الذي حدده رئيس بعثة المراقبين الدولية الجنرال باتريك كاميرت في أحد المقرات الخاضعة للسلطة الشرعية بجنوب مدينة الحديدة، في الوقت الذي تستمر فيه الجماعة بتحميل الجانب الحكومي المسؤولية عن فشل انعقاد هذا الاجتماع الذي لم يحضره سوى ممثلو الجانب الحكومي. هذا الوضع أقر به المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الذي التقى الرئيس عبد الرب منصور هادي في الرياض في الوقت الذي كانت جهود باتريك كاميرت في الحديدة تتعثر. غريفيث أوضح أن المجتمع الدولي يرقب عنكثب الوضع في الحديدة وخطوات تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم، وأنه نقل ذلك مباشرة للحوثيين الذين أكد لهم أيضاً أهمية إيفائهم بتلك الالتزامات رغم تجاوز مواعيدها المزمنة. الرئيس هادي من جهته ذكر غريفيث بالتنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في سبيل تحقيق السلام التي لم تقابلها جماعة الحوثي الانقلابية إلا بصلف وتعنت وتمرد على كل الاتفاقات والتفاهمات، وآخرها ما يتصل بميناء ومدينة الحديدة ومسرحية الانقلابيين في هذا الإطار بحسب ما نقل عن الرئيس هادي. التعثرات التي تكترف تنفيذ اتفاق ستوكهولم تلقي بظلالها على الخطوة التالية والمتمثلة في جمع الأطراف مجدداً إلى جولة مفاوضات في الكويت بعد أن أبدت هذه الأخيرة استعدادها لاستضافة هذه الجولة وسط ترحيب من الأمم المتحدة بهذا الاستعداد، وهو الفشل الذي يحاول المبعوث الأممي تفاديه بكل الطرق الممكنة. أبدأ النقاش مع ضيفي من لندن الكاتب والمحلل السياسي محمد جمعي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. بداية قراءتك لما خرجت به الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن والتي كانت مساء اليوم حول اليمن، كيف تابعت ما جاء فيها؟ أستاذ محمد؟ إذن فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد جميح دكتور ضيفنا من لندن، سنعود للتواصل معه مرة أخرى. في هذه الحلقة إذن نناقش أبعاد طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إرسال بعثة مراقبين جديدة إلى اليمن لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأخير. قوام هذه اللجنة ربما يصل إلى 75
عضو أيضا، سنناقش مخرجات جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن الوضع في اليمن التي كانت مساء اليوم، واستمعنا فيها إلى كلمات للسيد مارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن. جريفيث تحدث في هذه الجلسة، ربما أنه طلب من الرئيس هادي وعبد الملك الحوثي الالتزام بتنفيذ اتفاق استوكهولم، وقال أنه لمس وعود من قبلهما للالتزام بتنفيذ اتفاق استوكهولم. أيضا قال أن تعز هي مدينة ذات قيمة تاريخية كبيرة في اليمن يقطنها 1.5 مليون، وتحدث عن أن المدنيون في محافظة تعز عانوا الأمرين خلال فترة طويلة جراء الحرب، وأن المدينة تعرضت لدمار مروع. جريفيث أيضا فيما يخص الوضع في تعز قال أن هذه الأيام ستكون ربما محفوفة بالتحديات في اليمن، ويدعو الأطراف اليمنية إلى حماية الخطوات الأولى التي أنجزت، وقال أيضا أنه مستمر في العمل مع طرفي الأزمة اليمنية من أجل عقد جولة مشاورات مقبلة في أقرب وقت. حديث عن جولة مشاورات مرتقبة ربما تستضيف الكويت بعد حديث مسؤولين كويتيين عن ترحيبهم بعقد. طيب، ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي فؤاد مسعد. أهلا بك أستاذ فؤاد. أستاذ فؤاد، يبدو أن هناك إشكالية فنية في الاتصالات. أستاذ فؤاد تسمعني؟ نعم، أسمعك. الصوت واضح لديك؟ واضح، نعم. طيب، نبدأ بقراءتك لمخرجات جلسة مجلس الأمن التي كانت مساء اليوم حول تطورات الوضع في اليمن. عفوا، تسمعني أستاذ فؤاد؟ نعم، الآن أسمعك. نعم، سؤالي حول قراءتك لمخرجات جلسة مجلس الأمن التي كانت مساء اليوم بداية. مرحبا بك وبالسادة المتابعين. الذي يعني يتبلور من يعني متابعة ما يدور في يعني كنتائج اتفاق السويد أنه لا يزال هناك يعني كثير من الإخفاق لازم عملية التنفيذ والتطبيق، خصوصا من جانب الحوثيين الذين تلاعبوا كثيرا في هذا الملف. مجلس الأمن مطالب أن يكون أكثر حجما وأكثر حزم في مسألة إلزام الميليشيات تطبيق الاتفاق، لأنه في حال يعني لم يتم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة رومينيا الحديدة فإن بقية الاتفاقات أو الملحقات لن تجد يعني طريقها للتطبيق ولا للتنفيذ. اليوم المجلس الآن بعد طلب الأمن العام يبحث عن كيف تكون يعني أكثر يعني قدرة على المراقبة، أكثر يعني إمكانيات أكثر للمتابعة ولتمكين الفريق من ملاحظة أي خرق للاتفاقات التي يعني أبرمت من وقت سابق. المجلس الآن يدرك يعني جيدا أنه في حال تعثر وتعثر في هذا الاتفاق فإن الفشل سيلازم أي اتفاق قادم في المرحلة المقبلة. طيب، بالنسبة للحديث عن بعثة مراقبين جديدة، هل هو ربما يعني ينبئ بأنه فشلت اللجنة السابقة، أم ما الهدف من تشكيل هذه اللجنة الآن؟ ما التي ستضيفه يعني من قيمة في مسار نجاح تنفيذ الاتفاق؟ يعني حسب الطلب المقدم من الأمين العام يعني لن تكون الصيغة الجديدة بديلا عن يعني الفريق الموجود، وإنما ستكون يعني فريق المراقبة أو بعثة المراقبة سيكون يعني أكثر قدرة على العمل وعلى المراقبة، بحيث أن يتألف من حسب المقترح من 75 عضوا. هذا الفريق الجديد سيكون لديه يعني آليات للتحرك، آليات مستقلة، أيضا إمكانيات مستقلة فيما يتعلق بالتأمين حركته، فيما يتعلق أيضا بالتأمين الطبي والصحي اللازم. فهذه يعني ليست بديل عن الفريق الموجود، ولكنها دعما له وتوسيعا لعمله، لان يعني المراقبه بهذه الصيغه تحتاج الى قدرات اكبر من
من مجرد بضعة أشخاص يلتقون اليوم في مكان وفي مكان آخر يتعذر اللقاء بالفريق المراقبين أو بتلقؤ وتواطؤ يعني ميليشيا الحوثي كما حدث أمس عندما رفضت يعني مقابلة الفريق، وكما حدث قبل أيام عندما حرضت عناصرها العناصر المسلحة للقيام بمسيرة في مدينة الحديدة تهدد الفريق ورئيس الفريق. يعني هذه الأعمال الميليشياوية هذه الأعمال الفوضوية تحتاج إلى فريق يكون أكثر قدرة على الحزم وأكثر قدرة على المتابعة وأكثر قدرة على المراقبة، بالإضافة إلى الآليات المطلوبة في فريق أممي يعني يتعين عليه إنجاز المهمة خلال وقت وجيز. طيب أعود للترحيب مرة أخرى بدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي ينضم إلينا من لندن. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا. بداية، ما الذي استوقفك في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن؟ هل هناك شيء مهم فيها ربما يمكن من خلال البناء على نجاح تنفيذ اتفاق ستوكهولم، أو عقد جولة مشاورات جديدة خصوصا وأن جريفيث ربما يقول أنه مستمر في العمل مع طرفي الأزمة من أجل عقد جولة، هو متفائل ربما بذلك؟ طبعا هو الذي ساد يعني إحاطة جريفيث حسب المنشور نوع من التفاؤل في إمكانية يعني تنفيذ الاتفاق في الحديدة وإمكانية الذهاب طبعا إلى اتفاق سياسي أو إلى مفاوضات الاتفاق السياسي فيما بعد. هذا لهجة التفاؤل كانت واضحة في أداء جريفيث، لكن لهجة التقرير السنوي الذي يعده الأمين العام للأمم المتحدة هي الأكثر تفصيلا، وربما لمست بعض النقاط التي يريد جريفيث أن يتجاوز عنها حتى لا يصاب بالإحباط أو حتى لا يقال بأنه لم ينجز المهمة في الحديدة. تقرير الأمين العام كان واضحا بشكل كبير بأن الحوثيين عطلوا بعض الأعمال الإغاثية ويطالبهم بالالتزام بإتاحة الفرصة للمسارات الإنسانية بالتدفق إلى الحديدة وإلى كافة المناطق في اليمن. أيضا جاء متسقا مع جلسة اليوم تقرير للمنسق الجهود الإنسانية في المنسق الإنساني في الأمم المتحدة، كذلك أكد على أن الحوثيين يمنعون ذهاب المعونات الإنسانية للمواطنين الواقعين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. مثل هذه الإشارات لم يشر إليها اليوم السيد جريفيث في يعني في مداخلته أو في إحاطته لمجلس الأمن الدولي. ربما أراد جريفيث أن يبعث نوعا من التفاؤل، ربما أراد أن يشجع الأطراف على مزيد من الانخراط في تنفيذ الاتفاق، لكن الواضح أن جريفيث قال قبل فترة بأنه يسمع كلاما مشجعا من الحوثيين، لكنه أضاف بأن المحك هو بالتنفيذ، في إشارة إلى أن وهي إشارات نادرة إلى أن جريفيث ربما يعاني وإن لم يظهر من نوع من الإحباط من أداء الحوثيين فيما يخص اتفاق ستوكهولم بالتحديد. طيب الآن حديث غوتيريش عن إرسال بعثة قوامة 75 للحديدة، من حيث التوقيت الآن ما الذي يعني هذا وأهميتها فيما يخص تنفيذ الاتفاق؟ يعني طبعا هو الـ يعني الأصل أن اتفاق بأهمية اتفاق السويد يفترض أن يكون له عدد كبير من المراقبين العسكريين، لأن هؤلاء المراقبين سيمتدون على مساحة واسعة، يعني لديك الحديدة وميناء الحديدة وميناء الصليف وميناء الميناء الآخر الحديدة والصليف ورأس عيسى، كل هذه الموانئ تحتاج إلى مراقبين. أيضا هناك مدينة تعز التي وصل بعض المسؤولين الأمميين الذين يفترض أن يعملوا على تشكيل لجنة خاصة بتعز، هم الآن في مدينة عدن وبانتظار تشكيل لجنة خاصة برفع الحصار أو إعادة تطبيق الحياة في مدينة تعز. يعني كل هذا العدد هو في الواقع يعني عدد ربما أيضا لا يفي بالغرض، لكن إلحاح جريفيث على سرعة Thank you.
طيب أعود للكاتب الصحفي فؤاد مسعد. أستاذ فؤاد، أسباب تعثر تنفيذ مخرجات ستوكهولم وأبعاد هذا التعثر على فرص عقد مشاورات مقبلة أو محادثات؟ عزيزي عزيزي، في حال يعني استقراء الأسباب التي أدت إلى هذا التعثر، يعني لا يمكن أن نذهب بعيدا عن السياق العام لتعامل ميليشيات الحوثي مع كل الاتفاقات السابقة، فلا ينبغي يعني أن نتفائل كثيرا، لأن هذه الميليشيات يعني التي حرقت كل الاتفاقات، سواء الاتفاقات التي كانت تبرم في الداخل يعني أو الاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة ودعمتها عدة أطراف دولية بما فيها مجلس الأمن والدول دائمة العضوية في المجلس. فرصات يعني التقاط أنفاسها ومن ثم معاودة يعني واستئناف الحرب، أيضا يتمسكون بالتفسيرات الخاصة بهم، وبالتالي يعملون على التطبيق او التنفيذ وفق هذه الرؤيه. ونحن راينا قبل ايام عندما نفذوا تلك المسرحيه الهزيله، عندما قام حوثيون يرتدون الزي الشعبي بتسليم الميناء لحوثيين يرتدون بدلات النجده وبدلات قصر السواحل، وهذه يعني اشياء يعني اصبحت معروفه ومالوفه لدى الشارع اليمني، ويدرك جيدا هذه الالاعيب، وبالتالي فان الرهان اذا كان هناك جديه من مجلس الامن ان يضغط على هذه الميليشيا ليكون التنفيذ يعني عملي، ويكون التنفيذ واقعي، ويكون تنفيذ غير قابل للمساومه ولا للتاجيل ولا للتسويف. اما في غير ذلك فان الميليشيات طبعا. للدكتور محمد، دكتور محمد، بالنسبة لك ما هي قراءتك لمساعي الأمم المتحدة الأخيرة وزيارة جريفيث سواء إلى صنعاء والرياض لبحث جولة مباحثات جديدة في الوقت الذي ما زال الاتفاق السابق اتفاق ستوكهولم متعثر؟ ودعني أقول أن المجتمع الدولي فيما يخص الوضع في اليمن في ربما كان في ورطة، الورطة تتأتى من أنه هذا المجتمع الدولي لا يمكن أن يعترف بانقلاب، وهذا الانقلاب واضح، لكن بالمقابل الشرعية تبدو للمجتمع الدولي أنها غير قادرة على أن تكون بديلا لهذا الانقلاب، وهذا ينبغي أن يكون واضحا. إذا المجتمع الدولي هو لا يقر الانقلاب ويعرف، ولا يستطيع حتى لو حاول إقرار هذا الانقلاب ولا يستطيع، لكنه ينظر بالمقابل إلى أداء الشرعية، فلا يجد أن هذا الأداء يرقى إلى مستوى سلطة شرعية يمكن إذا ما تم الضغط على الانقلاب بتسوية يمكن أن ترقى بمسؤولياتها إلى القيام بواجباتها في المناطق في مناطق اليمن بشكل عام. وهذا هو الإشكال بين أن يتم الضغط على انقلابيين يتمكنون من الأرض بشكل جيد لكنهم لا شرعية لهم، وبين أن تمكن حكومة لديها المشروعية الشعبية ولديها أيضا مشروعية شعبية، يعني أقصد رئيس الجمهورية المنتخب ولديها ايضا مشروعية دولية، لكنها للاسف الشديد لا تستطيع ان تمتلك الارض حتى في المناطق التي تسيطر عليها بفعل الاختلالات الامنيه. وهنا المازق ليس مازق المجتمع الدولي وحسب، ولكن مازق اليمنيين بين سلطه انقلابيه متمكنه وسلطه شرعيه غير متمكنه حتى في مناطق سيطرتها. اذا من خلال هذا الفهم لك ان تتصور مدى صعوبه عمل المجتمع الدولي، كيف يمكن ان نتعاطاه ولا يستطيع ان يعترف بالانقلاب. السلطه الشرعيه فشلت في ان تكون سلطه قويه تستطيع ان تقنع العالم بانها نعم يمكن ان يهزم الانقلاب ويمكن ان اكون انا كسلطه شرعيه بديلا عن هذا الانقلاب. طيب أستاذ محمد، صمت الأمم المتحدة حيال كل التعنت الآن الموجود فيما يخص تنفيذ الاتفاق، ما تفسيرك لهذا الصمت؟ عفوا، صمت الأمم المتحدة ماذا؟ هناك تعنت مثلا من قبل ميليشيا الحوثي فيما يخص تنفيذ اتفاق الحديدة والأسرى، وأيضا تعثر في هذا التنفيذ في الوقت الذي يطالب فيه البعض ربما بأن تمارس مزيد من الضغوط، لكن هناك صمت في المقابلة وفي المقابل ونوع من المدارة ربما في التعاطي. يعني هذا ماذا نتكلم عنه؟ الحوثي اصبح كالطفل المدلل للمجتمع الدولي،
قد نخوض في أسباب نظرة المجتمع الدولي للحوثي بهذا الشكل، وقد نختلف حول الأسباب، لكن هذا هو الواقع. الحوثيون يعني تغيبوا أمس على اجتماع للجنة المراقبة وقف إطلاق النار برئاسة باتريك كامير، وبحجة أنها تحت وأن الاجتماع وقع في أراضي محتلة، يعني وكأنهم لم يذهبوا إلى ظهران الجنوب في دولة احتلال كما يسمونها، ولم يذهبوا إلى الكويت من قبل للمفاوضات في دولة مشاركة في التحالف العربي الذي يعدونه تحالف احتلال. لكن بغض النظر عن ذلك، المجتمع الدولي هو في ورطة كما قلت. الحوثيون يتصرفون بصبيانية ويتصرفون أيضا بعدم مسؤولية، لأنهم عندما تجد الألغام فقط التي نشروها التي بلغت المليون في الساحل الغربي حسب تقارير، تجد أن هؤلاء ربما يتصرفون بوازع أنهم لا ينتمون إلى هذه الأرض أو لا ينتمون إلى هذه الثقافة أو لا ينتمون فعليا وشعوريا إلى هذا المجتمع، إلا ما فعلوا ذلك. أنت قد تحارب خصمك على الأرض، لكنك في الأخير في حكم الانتماء لهذه الأرض لا تفعل ما فعلوا. لكن بالمجمل يعني هناك نوع من المراقبين الذين يفسرون تعاطي المجتمع الدولي مع الحوثيين بهذا الشكل على أنه نوع من التشجيع لهم للانخراط في العمل السياسي والابتعاد عن الحرب ومن أجل جذبهم أكثر للمفاوضات. وهناك من يقول بأن المجتمع الدولي يرى بأن الشرعية لم تثبت على الأرض، بينما الحوثيون ثبتوا على الأقل في المناطق التي يسيطرون عليها، وبالتالي يرى المجتمع الدولي أنه يجب التعاطي معهم، أو هناك نوع من التغير في لهجة المجتمع الدولي إزاء الحوثيين بسبب المعطيات الموجودة على الأرض. أيما كانت الأسباب، ففي الأخير لا يمكن أبدا للمجتمع الدولي أن يتقبل فكرة انقلاب مخالف للقوانين الدولية ولميثاق الأمم المتحدة، ولكن يسعى هذا المجتمع من أجل إيجاد صيغة محددة. الشرعية هي السبب الرئيس لهذه الصيغة فيما لو تم التوصل إليها، صيغة من التوافقات بحيث يصبح الانقلاب شريكا للشرعية. اليوم على سبيل المثال، يعني بدلا من أن تتخذ الحكومة الشرعية موقفا حاسما إزاء عدم حضور الحوثيين أمس إلى الاجتماع، تمدد الرئاسة اليمنية لاتفاق السويد، بمعنى تمدد الفترات الزمنية المزمنة التي انتهت وافق رئيس الجمهورية، بدلا من أن يقول ينبغي أن يظل الاتفاق مزمنا وأن يوفى بالفترات الزمنية المحددة ضمن الاتفاق، يعطى تمديد. وغدا سيذهب مارتن جريفيث أو غيره من المسؤولين الدوليين إلى الحوثيين، وهم مطمئنون إلى أنه ممكن أن يتجاوزوا أيضا المدة المحددة أو التي ستحدد مرة أخرى وتمدد هذه المدة. الأساس أن الشرعية يجب أن تنسجم مع نفسها، مكمن ضعف الشرعية حتى في التعاطي مع الآخر، في التعاطي مع الآخر المفاوض وهو الحوثي، في التعاطي مع الآخر المجتمع الدولي، يكمن في أنها غير متجانسة ولا تعرف ماذا تريد. ينبغي أن تكون أن تقف الشرعية مع نفسها وتفكر ماذا تريد من خلال المفاوضات، ماذا تريد أن تصل إليه، وبالتالي تتعامل على هذا الأساس. أما هذا التعامل العشوائي وهذا التعامل الانتقائي وهذه الخلافات النكدة داخل الصف الشرعي، فأنا أعتقد أنه بشكل كبير ليس أمام نفسه وإنما أمام المجتمع الدولي، وهذا هو الأخطر. لأن في الأخير المجتمع الدولي هو يريد أن يرى قوة فاعلة على الأرض تستطيع أن تضمن مصالح دولية محددة، وإذا ما فشلت الشرعية في أن تكون هذه القوة فلا شك أن المجتمع الدولي لن يستمر في تقديم أرصدة مفتوحة من الدعم لهذه الشرعية. أشكرك دكتور محمد جمح الكاتب والمحلل السياسي من لندن. أعود لضيفي من عدن الأستاذ فؤاد. أستاذ فؤاد، بعد هذا التعثر الذي ما زال يعانيه اتفاق السويد فيما يخص ملف الحدود وملف الأسرى، هل هناك إمكانية لعقد جولة جديدة من المشاورات في الكويت؟ يقال أنها ربما تكون. أتوقع ذلك أن يعني تواصل الأمم المتحدة في هذا الجهود، لأنه يعني الأمم المتحدة ليس لديها غير يعني الأحاديث العامة والمتفائلة بإمكانية تحقيق السلام، ولو كان ذلك بدون إجراءات يعني عملية على الأرض، ربما في اللقاءات، ربما في الكويت، ربما في الأردن، لكن يعني عمليا على الأرض لن يتم شيء ما دام يعني التعامل الدولي كما ذكر ضيفك الخليل الدكتور محمد، أن يعني يتعامل المجتمع الدولي مع الحوثيين كأفضل تشجيعهم
يعني جعلهم ويجعلهم في يعني منع عن ان يكونوا في واقع عليهم ويكونوا في يعني موقعنا المسؤوليه عن الاحلال بهذه الاتفاقات والتنصل عن هذه الاتفاقات، سيواصلون يعني حرقهم لكل الاتفاقات سواء التي ابرمت في السويد او غيرها او حتى الاتفاقات المقبله، سيتنصلون عنها بنفس الاليه وبنفس الطريقه التي تنصلوا عن سابقاتها، وسيواصل المجتمع الدولي. المعاناه وستشحق في يعني ظل استمرار الحرب وظل استمرار المعاناه ما دامت ميليشيا الحوثي لم تجد الرادع الذي يعني يجعلها تقف عند حدها ويحملها مسؤوليه هذا يعني الانتهاك المتعلق في ميناء ومدينه الحديده، بالاضافه الى الملفات الاخرى ملفات المعتقلين التي لا تزال عالقه وربما تظل عالقه. شكرا جزيلا لك فؤاد مساعد الكاتب الصحفي، كنت معنا من عدن، وايضا الشكر موصول لضيفنا من لندن دكتور محمد جميح الكاتب والباحث السياسي. وصلنا لختام هذه الحلقه من زوايا الحدث، في الختام تحيه منتج حلقه هذا المساء الزميل محمد عبد المونى، في امان الله.